كابتن ابراهيم قول لي بقى. والله انا لو انا طلعت معاكم تابعت الماتش ده ازاي؟ طلعت معاكم المره اللي فاتت وكنت ضد وجهات نظر كتير كانت بتنتقد المدرب في 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 في, في بعض الفترات في ادائه كده، لكن المره دي انا وجهه نظري متحامل عليه شويه. لا والله مش متحامل، بس عندي وجهه نظر على كابتن محمد يحيى كمان. وخلينا ساكتين. لا خالص عاجبك كابتن محمد حبيبي. لا لا ما اقدرش. ماشي انا بهدي النفوس حاجه بسيطه كده. لكن انا عندي وجهه نظر شايفها، يعني ان احنا بدانا الماتش غلط. احنا بدانا غلط بالظبط، وجهه نظري طبعا. واللي انا هقوله ده مش تقليل من حد او ان انا بنتقص من قدرات لاعب او حاجه، لكن هي وجهات نظر وهي طرق لعب. احنا لما قلنا على روسيا وبيلاروسيا ان وجود احمد الاحمر مهم جدا في بدايه المباراه، وده كان ذكاء من باروندو. انا للاسف ما توقعتش ان هو يقع في الفخ ده، ان هو يبدا تاني باحمد الاحمر في مباراه زي مباراه سلوفينيا. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ماتش السويد دول مدافعين كواليتي او جوده عاليه، اللعب الفردي ما ينفعش معاهم، يحصل عطل على طول في الهجوم. وده اللي حصل، وجريوا علينا، اديناهم الفرصه انهم يجروا علينا بالفشل الهجومي. الفشل الهجومي بيجي ازاي؟ ان اللاعب بيقلب من لعب جماعي للعب فردي. لعب فردي هم واحد على واحد اقوى، جوده عاليه، مستحيل تكسب المباريات الفرديه اللي هي واحد على واحد. اللي احمد بيخش الاحمر مميز فيها، واحنا عطلنا فعلا في اول 10 دقائق الفتره. ده مش انتقاص من قدرات احمد الاحمر، لا طبعا احمد الاحمر لعيب كبير ومفيش اثنين يختلفوا عليه. انا مش قصدي ان هو ما يلعب، لا، بس هي كل مباراه ليها طريقه لعب وليها عناصرها المناسبه ليها. وده حصل اول ما يحيى خالد نزل وعلي زين نزل في وجود الدرع يحيى. بدا التحول وبدانا نخش جوه المباراه. احنا الماتش كان بدا 2-0 او 3-0 4-1 في فشل هجومي، هو مش فشل دفاعي عندنا قد ما هو فشل لقوه حارس المرمى كمان. احنا يعني احنا كنا شايفين كمان تالق حارس المرمى بشكل اكتر. احنا اللي دخلناهم في المباراه ده وجهه نظري. انت لو انا مباراه زي دي مصيريه، يعني انا الماتش ده يدخلني جوه البطوله يخرجني، لازم ابدا باقوى حاجه عندي. ايه اقوى حاجه عندي؟ ايه التشكيل القوي اللي عندي؟ بوجهه نظري طبعا يحيى خالد في الفرايد باك، بالذات مع طريقه دفاع قويه زي دي. يحيى الدرع طريقه برضو، خلي بالك اقوى فرقه عندك او اقوى مجموعه عندك تتناسب مع امكانيات الفرقه اللي بتلعبها. بالظبط، بالاضافه ان الفرقه بتاعت سلوفينيا مميزه في الموجه الثانيه او الفاست بريك، كنا اتكلمنا على كده برضو في الحلقه اللي فاتت. فالموجه الثانيه بتاعتهم تنجح امتى؟ لو انت فشلت في الهجوم وحصل عندك تغيير من المهاجمين للمدافعين. احمد الاحمر لعيب مميز جدا هجوميا، لكن دفاعيا غير مميز، فبتضطر ان انت تغيره، فبيبقى عندك ثغره في الرجوع. لكن يحيى خالد مميز دفاعيا وهجوميا هيرجع في مكانه، علي زين مميز هجوميا ودفاعيا هيرجع في مكانه، يحيى الدرع مميز هجوميا ودفاعيا هيرجع في مكانه. فانت حتى لو فشلت هجوميا في الهجوم المنظم هتصد بس الاكونت الفاست بريك الموجه الثانيه او الفاست بريك، هتقدر ترجع وتبقى منظم وتقفل الحته دي. مين اقوى اثنين بيدافعوا في النص؟ علي زين ومصري. فكان وجود علي زين برضو في بدايه المباراه وجهه نظري كان مهم جدا جدا، ان انت تبدا تخش في المباراه بدري. احنا بدانا متاخر ربع ساعه بس يا كابتن.